التانية إن فكرة اللوبينج هي فكرة أساسا متكونة في العقل اليهودي. الأرمن تعلموا الفكرة دي من اليهود، بمعنى إنه نتيجة عملية التهجير والقتل الكبيرة جدا اللي تعرضوا لها في بدايات القرن العشرين ونهاية القرن التسعتاشر، بدأوا يتحركوا للولايات المتحدة الأمريكية بأعداد كبيرة جدا. بعد فترة قدروا يتغلغلوا في المجتمع الأمريكي، ولذلك تجد إن 44 ولاية من أصل الولايات الأمريكية معترفين بالقضية الألمانية باعتبارها مذابح ارتكبتها السلطنة العثمانية، وعلى تركيا أن تعترف بهذه المذابح وتدفع تعويضات. بدأ بعد عام 1990 يتنامى الوعي لدى الأرمن من خلال العمل في أكثر من جهة. أولا عبر وسائل الإعلام الدولية، تجد إنه في حركة واسعة من خلال التأثير على بعض صناع القرار في هذه الوسائل لتبني قضية الأرمن مثل ما فعل اليهود. على المستوى الدولي هتجد ان اغلب الفاعلين الدوليين تقريبا، اما بتتكلم عن المانيا، بتتكلم عن فرنسا، بتتكلم عن اليونان، بتتكلم عن قبرص، بتتكلم عن حتى روسيا على البرازيل، كل عدد كبير جدا من الفواعل الرئيسيه في المجتمع الدولي معترفه بمذابح الارمن. كل سنه في الحقيقه سلسله الاعترافات دي بتزيد ما بتقلش. يعني انا اتذكر انه البرلمان الفرنسي اخر قرار طلعه ان غرم اللي ما يعترفش بمذابح الارمن. يعني لو في شخص او صحفي او كاتب او اكاديمي لم يعترف بهذه المذابح تقريبا بيبقى في حكم سنه سجن ودفع غرامه 45,000 يورو. فبدا الموضوع بقى كمان في طقس سنوي، بمعنى في 24 ابريل من كل سنه تجد ان هناك ادانات من اغلب برلمانات العالم. الحاجة التانية انه ده مرتبط بالرئيس الامريكي في كل ذكرى لهذه المذابح يخرج على العالم ويلقي بيان يدين فيه هذه المذابح. صحيح ان الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما كان قال انه هيعترف بمذابح الارمن، لكن الاحداث في الشرق الاوسط وفكرة النموذج التركي والكلام اللي اتكلمنا فيه قبل كده كان احد اوراق الضغط اللي استخدمتها تركيا ضد الرئيس أوباما وخلت القرار يعني لا يتم تنفيذه ولا تحقيقه.